جزيرة ليلى، ابنة المغرب المدللة المتمنعة عن عشق الملوك. لا تتميز الجزر بخصوصياتها الجغرافية الفريدة التي تتمثل في انعزالها عن القارات الكبرى وإحاطتها بمياه البحار المحيطات من كل الجوانب فحسب، بل تتسم أيضا بخصوصيات أخرى في الجغرافيا السياسية تمنحها أهمية وسحرا. من بين هذه الجزر جزيرة ليلى، وهي صخرة صغيرة مجاورة للساحل الشمالي للمملكة المغربية، تكاد تلتصق بمدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا، وتقع في مقابل صخرة أخرى هي جبل طارق، المتصلة بالأراضي الإسبانية والخاضعة للسيطرة البريطانية. تتميز هذه الجزيرة بتاريخ ووضع استراتيجي غني تدور حوله قصص مثيرة من الصراع بين سلاطين وملوك المغرب وإسبانيا وبريطانيا والبرتغال. عادت هذه الجزيرة إلى ذاكرة المغاربة في بداية الألفية الحالية حين قام المغرب بكسر الوضع القائم، فأرسل بضعة عناصر شبه عسكرية إليها بمبرر التصدي لاستعمالها في الهجرة السرية نحو أوروبا، وهو ما أيقظ هواجس تاريخية قديمة وكاد يتحول إلى حرب شاملة. فقد حركت إسبانيا جيشها بقوة وأسرت العناصر المغربية، وتطلب الأمر تدخل مباشر من البنتاغون الأمريكي لفض الاشتباك بالأدوات الدبلوماسية قبل اشتعال شرارة الحرب. ورغم انتهاء تلك الأزمة، ظل الموضوع يحضر بشكل شبه دائم في سياق التوتر الصامت بين المغرب وإسبانيا حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليليا، ويكاد الأمر ينفجر كلما حاولت إسبانيا برمجة زيارة لملكها إلى المدينتين، على اعتبار أن هناك أعرافا وتفاهمات غير مكتوبة تحافظ على استقرار مضيق جبل طارق وتمنع تحويله إلى ساحة معركة. جغرافيا، تقع جزيرة ليلى على بعد أقل من 200 متر من الساحل الشمالي للمغرب، مما يجعلها تعتبر ضمن المياه الإقليمية المغربية، وتقع الجزيرة على بعد 40 كيلومتر إلى الشرق من مدينة طنجة، وثمانية كيلومترات إلى الغرب من مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا في الشمال المغربي. وتبلغ مساحة هذه الصخرة حوالي 13 هكتار ونصف الهكتار، ورغم أنها تعتبر رسميا غير مأهولة، فإن الجزيرة تشهد بين الفينة والأخرى إقامة بعض الصيادين والرعاة المغاربة فيها. تتخذ صخرة ليلى رغم فارق المساحة موقعا مقابلا لصخرة جبل طارق من حيث الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية. وإذا كانت ليلى عبارة عن جزيرة صغيرة، فإنها لا تقل أهمية عن شبه جزيرة طارق التي هي عبارة عن جبل كان محور صراعات وحروب كثيرة عبر التاريخ، ويحمل اسم القائد الإسلامي المغربي طارق بن زياد الذي كان على رأس جيش الدولة الأموية عبر البحر المتوسط ليحقق الفتوحات في ضفته الشمالية. يرتبط اسم الجزيرة ببعض الأساطير القديمة، من بينها تلك التي تتعلق بالحب الأسطوري بين أوليس وكاليبسو، وتقول هي هذه القصة أو هذه الأسطورة أن الأميرة كاليبسو ابنة الملك أطلس عينها والدها ملكة على هذه الجزيرة قبل 3000 عام، وفي صباح يوم ما وجدت جسد أوليس يطفو على الماء قرب جزيرة ليلى، فأمرت الأميرة خادماتها بحمله وإدخاله إحدى المغارات، حيث أعددن له فراشا وثيرا مصنوعا من جلد الماعز والخرفان، وقد نام فوقه أوليس إلى أن استعاد عافيته لتنشأ قصة حب بينه وبين الأميرة بعد استيقاظه. الاسم الحقيقي لهذه الجزيرة في المراجع التاريخية هو تورا، التي تفسره بعض المصادر بأنها كلمة أمازيغية تفيد الخالي، حيث يطلق السكان المغاربة عليها هذا الاسم منذ قرون طويلة. لكن هذه الصخرة تعرف أكثر في الأوساط الإعلامية باسم ليلى، المشتق من كلمة لا إسلا التي تعني الجزيرة في اللغة الإسبانية. ونظرا لقرب هذه الكلمة من اسم ليلى العربي، فقد بات هو الاسم الدارج الذي يطلق عليها. جزيرة ليلى لم تكن يوما إسبانية. تقر المؤرخة الإسبانية ماريا روسا دي مادرياغا، التي نشرت عدة كتب ومقالات تتعلق بالمغرب، أن جزيرة ليلى لم تكن أبدا جزءا من الثغور الواقعة تحت السيادة الإسبانية، وإنما كانت خاضعة لنظام الحماية كباقي الأراضي المغربية في النصف الأول من القرن العشرين. وعند استقلال المغرب سنة 1956 أصبحت الجزيرة جزءا من الدولة المغربية المستقلة. وتضيف هذه المؤرخة في كتاباتها أن المغرب وإسبانيا متفقتان منذ 40 سنة على عدم استغلال جزيرة ليلى.
تؤكد هذه المؤرخة الإسبانية أن كل المعاهدات التي أبرمت بين المغرب وإسبانيا لا تتضمن أي إشارة إلى هذه الجزيرة، بما في ذلك الاتفاق الخاص بتوسيع المجال الترابي لسبتة المحتلة الذي وقع في 29 أبريل 1860. اتفاق توسيع حدود مدينة سبتة المحتلة التي أشارت إليه المؤرخة الذي شهد حربا كبيرة بين المغرب وإسبانيا تعرف باسم حرب تطوان، وتعتبر واحدة من أكثر الهزائم العسكرية قساوة في تاريخ المغرب الحديث، وأكثرها تأثيرا فيما اتخذه مساره التاريخي من اتجاهات خلال القرن العشرين. ما بعد حرب تطوان؟ محاولات إسبانية وبريطانية فاشلة لاختطاف ليلى. أثناء المحادثات التي تلت حرب تطوان، حاول الإسبان جعل حدود مدينة سبتة المحتلة تمتد لتشمل جزيرة ليلى، وهو ما رفضه المغرب. ويشدد المؤرخ المغربي المتخصص في هذه المنطقة محمد بن عزوز حكيم على أن إسبانيا لم تحتل مطلقا هذه الجزيرة عبر التاريخ، لكنها كانت في كل مرة تناور من أجل وضع اليد عليها. ومن بين آخر تلك المحاولات ما وقع سنة 1986، حين أدمجت مدريد هذه الجزيرة ضمن المجال الترابي لسبتة أثناء تحضير قانون الاستقلال الذاتي للمدينة المحتلة، وهو ما أثار اعتراضات شديدة من جانب المغرب. ورغم أن المغرب استعان كثيرا ببريطانيا لتحقيق التوازن مع إسبانيا في هذا المجال، فإنها عندما طلبت بناء مسكن لقنصلها العام في هذه الجزيرة مستهل القرن التاسع عشر، رفض السلطان المغربي بشدة، بل واستعان بكتيبة عسكرية إسبانية لطرد البريطانيين منها عندما قاموا باقتحامها، وحتى بعد عودة البريطانيين لطلب السماح لهم بإقامة مستودع للفحم قصد تزويد سفنهم به فوق الجزيرة، رفض المغرب بشدة. هاجس الحرب الثلاثية، تشابك الدول في المضيق. يرتبط مصير صخرة ليلى واسترجاعها من طرف المغرب بمصير مدينة سبتة المحتلة إلى جانب مدينة ليليا منذ قرون. والمبرر الرسمي الذي ظلت السلطات المغربية منذ أكثر من 30 عاما تقدمه أمام شعبها لتفسير سكوتها عن استرجاع المدينتين المستعمرتين هو انتظار تفاهم المملكتين الإسبانية والبريطانية على صخرة جبل طارق، وذلك لكون انتقال السيادة على جبل طارق من لندن إلى مدريد يعني حتمية استرجاع المغرب لمدينتيه المستعمرتين، ويجعل هذا المبدأ أي معركة عسكرية تدور لتغيير الوضع القائم في هذا المضيق البحري ومحيطه ثلاثية على الأقل، إن لم تتحول إلى حرب متعددة الأطراف، حيث يحتفظ المغرب بمطالب حيوية تتجاوز مدينتي سبتة ومليليا إلى عدة جزر أخرى مقابلة لسواحله الشمالية خاضعة للسيطرة الإسبانية.